سلام معكم عبود ماكسينج ومقطع جديد. اتمنى المقطع ينال اعجابكم ولا تنسوا تسووا لايك وتشتركوا في القناة. خذ لك سناك او اي شيء تحب تشربه ويلا ندخل في جو القصة. تنبيه، هذه القصة انا مجرد ناقل احداثها فقط، واتمنى لو في اطفال ما يشوفوا هذه القصة. تبدأ القصة مع بنت اسمها نورا. تقول نورا: انا اعيش انا وعائلتي كلها، عائلة كبيرة وعمارة حقنا كلنا، يعني شقة للعم الكبير وشقة لأبوي وشقة لعمي الصغير. كنا دائما نجتمع، يعني نهاية الأسبوع لما نخلص الدراسة في الأسبوع هذا نجتمع يوم الخميس والجمعة في بيت واحد من أعمامي. هذه المرة كانت الجمعة عند واحد من أعمامي، وهو عمي الكبير يلي أكبر من أبوي حتى، وجدتي يلي هي أم أبوي كانت قاعدة عنده. جات نهاية الأسبوع ورحنا شقته، واجتمعنا كلنا، وأولاد عمي كانوا قاعدين لحالهم في المجلس، وباقي العائلة سوالف وزي كذا قاعدين مجتمعين في الصالة. وجدتي كانت تجتمع معنا دائما، بس هذه المرة ما كانت عندنا. وجدتي كيف أقول لكم، مرة غريبة، أحيانا تحسها أحلى واحد في الدنيا، وأحيانا شخص مرة مرعب حتى. سألت عمي وقلت له: وينها جدتي؟ قال لي: تعبانة شوي وجالسة في الغرفة. وقلت له: بروح أطمن عليها. قال لي: لا، انتبهي وما تروحي أبدا، هي مرة تعبانة. وأنا استغربت وقلت له: طيب، وما رحت حتى. قعدنا شوي لين بعد المغرب كذا، قلت لزوجة عمي: روحي جيبي العصير من المطبخ. قلت لها: حاضر. ورحت لين المطبخ، شغلت نور ودخلت طبيعي، ورحت لين عند الثلاجة، فتحت الثلاجة وأخذت العصير، وعلى طلعتي طفيت النور، وعلى الطلعة التفت لين داخل المطبخ وشفت عجوز قاعدة تأكل وكان وجهها ملطخ بالدم. دي العجوز هي جدتي. أنا مع المنظر المرعب شفتها وصرخت، وما حسيت على نفسي إلا وأنا مرمية في الأرض. دوخت وما حسيت على نفسي أبدا، ولما انسحيت العائلة كلها ملتمين علي: وإيش في؟ وإيش حصل؟ وإيش اللي حصل معك؟ وأنا قاعدة، وبعدين تذكرت اللي حصل معايا في المطبخ. لما تذكرت المنظر يلي شفته بديت أبكي، وعمي يلي أحبه قرب مني وحط يده على كتفي ومسح على راسي وقال لي: مالك يا بنتي؟ وإيش اللي حصل معك؟ ايش شفتي؟ ايش اللي خلاك ترتعبي بهذه الطريقة؟ خفت ما يصدقوني، ولو قلت جدتي بيقولوا تعبانة وايش اللي شفتيها بهذه الطريقة، وقلت يمكن ما يصدقوني. وقلت لهم: شفت عجوز شكلها مرعب وكان على وجهها دم وما ادري ايش اللي قاعدة تاكله. عمي ما رد علي وبلا قال لي اي شيء، التفت لين عند ابوي وشافه بنظرة غريبة وكأنهم عارفين ايش فيه. قال أبوي: خلاص ارتاحي يا بنتي شوي وبنرجع البيت، ونامي لين نروح. قلت له: طيب، ونمت هناك، ما انتظرت حتى لأني حسيت نفسي تعبانة، ونمت يومها عندهم لأني تعبت وأبوي ما صحاني أرجع البيت. صحاني عمي الصباح وقال: أمك تناديك. صحيت وروحت طلعت البيت، وعلى طلعتي من البيت حق عمي شفت جدتي تناظرني من باب غرفتها بنظرة غريبة، كل نظراتها رعب، ولما شافتني شفتها بدأت تقرب من جهتي.